ما شفيتك. بسم الله عليك، شو صاير؟ شنو هذا اللي بيدك؟ رجع لك مره ثانيه؟ عسى ما اذاك. روحي يمي، يبي ماي، روحي بسرعه يبي ماي حق امك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. انا ما اعرف شنو قصه هالريال معاكم. هذا ناصر التاجر اللي شفته عندكم ونسمع عنه، وهو بوردة؟ اي إيمان، شو مرة أقول لك؟ أبوي سالم وبس. هاي النذل، في أبوي يسوي في بنته كذي؟ يبي يذلها ويكسرها؟ هذا بدال لا ياخذها بحضنه ويعوضها على السنين اللي طافت؟ أنا ما أبي منه شيء غير إنه يفكنا من شره ويروح ويخلينا بحالنا. هذا شيطان على هيئة إنسان أخبس، لو طعنتهم طشرة دمانة على الطوف. بس سمعيني، خلاص خليتك على راحتك بما فيها الكفاية، الحين لازم تسمعين كلامي أنا وبس. لا يا بحنظل، ما بيدخلك بمشاكلنا. أنا بقعد عندكم وبخلي عيني على وردة. أنت شكلك تعبان ولازم تاخذين دواك. ما عاد يأثر فيني الدواء. وردة يمه، روحي يبي قلاص ماي علشان أمش تاخذ دواها. أي دواء ينفع معاك، وهالشيطان يتنطط لك كل ساعة. تمددي وريحي وخلي كل شي علي أنا. إن شاء الله. آه يا قلبي، آه يا قلبي، إيش بقى بعد؟ إيش بقى؟ ما باقي إلا بس يلبسنا برقع وتمشي بين الناس. الصور، الصور هالزورية يسوي فينا كذي. الصور اللي ما كنا نقيم له وزن الحين صار يحكم يا مور ينهي في السوق.